أستاذ محمد، ومبروك التوقيع والانضمام للجبهة الثورية والتوقيع على الفجر الجديد باسم حركة كوش. دارينك في البدء تعرفنا بحركة كوش وأهدافها، وبعد ذلك نجي للتوقيع. شكرا جزيلا يا أستاذة. حركة تحرير كوش هي حركة ضمن حركات الهامش السوداني، وبتناضل في اتجاه النضال بين حركات الهامش من أجل قيام دولة المواطنة والسودان الجديد، وما بتفرق عنا كثير، وده كان الدافع الأساسي لانضمامنا وإعلان انضمامنا للجبهة الثورية السودانية وتوقيعنا على ميثاق الفجر الجديد. وفي الحقيقة حركة تحرير كوش تأسست في خضم نضال شمل السودان كله في 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 كافة مناطق الهامش شرقا وغربا وجنوبا وفي النيل الأزرق وفي جبال النوبة. فكان في حراك نوبي وزخم بتاع نضال جماهيري في المنطقة، فتفاكرت بعض الطليعة الثورية في المنطقة، وكان ميلاد حركة تحرير كوش. ممكن تورينا برضو باستفاضة شوية المآسي اللي تعرض لها النوبة في شمال السودان والتهجير وإغراق المدن؟ والله بالنسبة للحال في المنطقة النوبية لا يختلف كثيرا، إن لم يكن أسوأ من مناطق أخرى في الهامش السوداني. فالمنطقة اللي احنا ما دارين نتكلم عن تاريخيا عن المخطط الدهري لإقصاء وتدمير المنطقة النوبية، ولكن إذا تكلمنا عن الوضع الآني، هو حكومة الإنغاز أو الحكومة الإسلاموية المتسلطة وجاسمة على صدر الشعب السوداني مارست أكثر التهميش وأكثر الجور والظلم على المنطقة النوبية، حتى أنه جعلتها منطقة طاردة للسكان، فشتتت شمل الناس في المنطقة النوبية نتيجة للتهميش المتعمد وللإقصاء وللإهمال المتعمد. وفوق ده كله جو ينفذوا خططهم اللي كان بتراودهم من وقت لآخر، واللي هي ببناء سدي كجبار ودال في المنطقة النوبية. وإذا تم بناء السدين ديل لا قدر الله سوف تنتهي حاجة اسمها المنطقة النوبية من الوجود. والشعب النوبي واجه المخطط دي والقرار ده واجهه برفض شديد وبحراك جماهيري، وعبر عنه بالمذكرات بالندوات بالاجتماعات وآخيرا بالتظاهرات. فكانت المظاهرات في المدن وفي المنطقة النوبية. للأسف الشديد يعني الحكومة السودانية واجهت المتظاهرين العزل في كجبار كدنتكار بالسلاح، أطلقت عليهم السلاح من غمم الجبال سلاح قناصة، فأردت 4 من خيرة شباب المنطقة قتلى شهداء وأصابت العشرات منهم. وبعد ده شملت المنطقة النوبية اعتقالات وتشريد من العمل، وإلى الآن الحكومة لم تعلن استجابتها رسميا لإرادة الجماهير، وبل بالعكس بتصر على قيام السدود، والمقاومة مستمرة وإرادة الجماهير سوف تنتصر لا محال. المنطقة النوبية شهدت حراك على أسره، تم تكوين ما يسمى باللجنة النوبية للتنمية ومقاومة السدود، وهي ده تجمع للجنتي مناهضة سدي دال وكجبار في المنطقة. زيادة على كده إرادة الشباب والجماهير في المنطقة النوبية بقت إرادة نبغى أو لا نبغى، يعني بقت موت أو حياة. فنحن بنقول لن تغام هذه السدود إلا على جثثنا يعني، وده قرار وده إرادة، ونحن لن نتخلى عنها لسبب واحد، نحن ما ضد التنمية، لكن تنمية بالتدمير وبالإغراق دي مرفوضة طبعا. ويعني الدارسين والباحثين والمتخصصين فيما أصدروا من دراسات وصلوا لأنه السدي ده كجبار لا فائدة للمنطقة النوبية ولا فائدة للسودان تذكر من قيامه، بل بالعكس هتغرق ما تبقى من المنطقة النوبية نهائيا وتختفي. الفائدة بتمشي لدولة تانية، تمشي لمصر ما للسودان،
هو السدين ديل كفلتر للسد العالي بعد تراكم الطمي وانخفاض القوة التخزينية، تدني القوة التخزينية للسد العالي بالتقادم، وحماية للسد العالي من الطمي، ومخازن للموية برضو يعني ووتر تانك لمصر. وما في فايدة للسودان منهم، وانت ما ممكن عشان تخدم جارك تضر أهلك في بيتك، ولذلك احنا بنرفض السدود دي رفض تام. دارين نعرف رأي حركة كوش حول تهجير حلفة جديدة. من المعروف انه مصر دفعت تعويضات، وصلت الحكومة السودان اتصال، لكن التعويضات المعلنة كانت 15 مليون جنيه سوداني. ال 15 جنيه سوداني دي ما بيع وشراء، ما تمن الأرض عشان تبقى تابعة لمصر، لا، ال 15 مليون هي تعويض للغرق، للضرر الناتج عن الطوفان بتاع السد العالي. بال 15 مليون جنيه دي حكومة السودان في زمن عبود بنت خزان خشم القربة، ومسحت وخططت المشروع من ترع ومصارف وحواشات، وبنت الغرة السكنية اللي هم قاموا غيروا اسمها وسموها بأرغام. أرجين سموها غرية 5 و8 و11، وفرس سموها غرية 1، وسرة غرية 2، وهكذا دبيرة 6 7 8 9 لإمعانا في طمس الهوية. وده ما حصل حسي، انه الاجيال الجديده للاسف الشديد بيتكرر نفس ما املى عليهم في صغرهم. يعني الحلفه الجديده الانسان النوبي بيعيش فيها في ماساه، في ماساه، وبيعيش فيها في خطوره، خطوره ادت يعني بتؤدي الى الموت. البيوت مسقوفه بالواح الاسبستس، الواح الاسبستس 1972 قررت منظمه الامم المتحده بوجوب زواله واعدامه وتوريته في مغابر تحت الارض بعيده جدا جدا، على اساس انها هي بتسبب مرض السرطان القاتل. وده حسي ما يحدث في حلفه جديده، الناس المقيمين في حلفه جديده لا يخلو بيت او بيتين من شخص مصاب بمرض السرطان، خاصه في اواسط النساء. مئات من النساء ازيل عملهم عمليه ازاله ثدي، ناس أصيبوا بسرطان الحنجرة، يعني كل أنواع السرطان، وده نتيجة من أسقف الإسبستس. الحلفة الجديدة الناس الساكنين فيها بيشربوا من أبو 20، مركبين سهاريج من أبو 20، كان زمان بيعملوا لها فلترة وتنغية، حسي انعدمت المواد بتاعت الفلترة والتنغية، بيشربوا السهريج، بيرفع الموية من الترعة، بيجيهم خام. حلفة جديدة في مدة 10 سنين الحواشات مزرعت نتيجة لغابات المسكيت العشوائية نبتت في المشروع. حتى لما الحكومة جات عشان تمارس التمثيلية بتاعت المحودة في إزالتها، رشتها بمبيد، المبيد نماها زيادة لأنه كان فاسد وتسبب في تسمم الشوك بتاعها. يعني إذا أنت راكب عربية ولا ماشي بحمار ولا أي حاجة وصابتك شوكة بتجي غرغرينه، تؤدي لبتر العضو المصاب. حلفة جديدة المشروع الحكومة مخططة عشان تبيعه، ومش كده، ابتدوا يحاولوا معانا في انه يطلعوا الناس من حلفة جديدة، يقول لهم يا اخواننا والله احنا بنخطط لمشروع ستيت وعلي القاش، العايز يمشي نملكه بيته حواشة هناك يسجل اسمه. بعد كده ظهر لنا شخص عضو في المؤتمر الوطني غيادي غبلي في المنطقة، قدم مذكرة، المذكرة عنوانها بطانة من دون رطانة، والناس امتعطت وغضبت، ولكن للأسف الشديد تمشيا مع سياستهم لم يحركوا ساكنا حتى بالنقد أو بالرفض أو بالاعتذار. وتنفيذا للمخطط ده يظهر أنهم هم قبلوا سرا وشغالين فيه، دايرين يبيعوا مصنع السكر، عايزين يشيلوا تبعية مصنع السكر من معتمدية حلفة لمعتمدية تانية يعملوهم يسموها البطانة ولا نهر عطبرة. وحقيقة يعني حلفة الجديدة المدينة الوحيدة فيها اثنين معتمديات يفصل بيناتهم شارع في وسط حلفة، في وسط السوق بتلقي معتمدية نهر عطبرة ومعتمدية حلفة الجديدة، يعني ممارسة للتفرقة العنصرية الأسينية. حلفة الجديدة للحلفاوين المهجرين، نهر عطبرة للمواطنين الغير حلفاوين وللعرب الموجودين في المنطقة.
اللسان النوبي في حلفة جديدة يعني هرب منها يعني أنا مشيت فيها وشفتها وأي إنسان يشهد بذلك إنه في غرية لقيت فوق 70 رجل بس غرية من الغرى فيها 300 بيت لقيت فيها 70 رجل في مربع بتاعنا في حلفة جديدة في غرية 5 فيه أسرتين بس مربع فيه 10 بيوت فيه 8 بيوت فاضية وبيتين هم المسكونين معظم الناس هاجرت ولجأت إلى أطراف المدن وإلى دول الخليج نتيجة لسلوك الحكومة اتجاههم وأنا بعتقد أنه ده ضمن المخطط اللي احنا بنسموه في حركة تحركوش مخطط دهري لإفناء وتدمير النوبة أنه الناس يطلعوا من المنطقة ما يعيشوا في بلوك سكاني في تجمع سكاني واحد يمشي تشتتوا وتوزعوا في المدن وبذلك ينتهي حاجة اسمها نوبة وصغافة نوبية شكرا لك طالما أنه انضميتوا للجبهة الثورية ممكن يعني معناتها الحركة بتاعت كوش هي حركة مسلحة هي حركة مسلحة حركة أعلنت في المنفستو بتاعها في البرنامج بتاعها إنها هي تحقق أهدافها تسعى لتحقيق أهدافها بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة وده بيعني الوسائل الممكنة والمتاحة العمل المدني والعمل العسكري يعني عندكم قوات في قوات على غلتها موجودة وده إعلان قوة ضاربة ولكن هي نواة لقوة عسكرية بتنمو يعني يوم بعد يوم وتتزايد يعني معناه انتهاجكم للحل عبر السلاح والمتزاوج مع الحلول السلمية من حراك مدني جماهيري نحن الآن أعضاء في الجبهة الثورية ووقعنا على ميثاق الفجر الجديد وملتزمون تماماً بكل مآلات التوقيعين قرارات الجبهة الثورية هي أوامر وملزمة لنا وحننفذها بحزافيرها وحنكون مشاركين في كل العمل اللي بتنفذه الجبهة الثورية سواء كان هذا العمل مدني أو عسكري مبروك للشعب السوداني ولأهالينا في مناطق النوبة في شمال السودان وعندك كلمة أخيرة للشعب السوداني ولقواه الحية من الأحزاب السياسية ولرفقائك الجدد في الحقيقة في حاجة بسيطة أنا عايز أنوه لها إنه الشعب السوداني هو يعني وصل لنقطة ما من بعدها رجوع هذا النظام لن ولم يعد صالحا في الاستمرار في الحكم ولن يستجيب لأي مطالب الشعب السوداني لن يتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي وهو مصر على تنفيذ الخطة بتاعته أو البرنامج بتاعه اللي هو فرض العقيدة الواحدة السياسية الواحدة عقيدة الحزب الواحد تحت ستار الدين والشريعة الإسلامية اللي هم بيتمسحوا بها تمسحا وليس يعني من صلب أفكارهم ولكن هم يدعون و يعني ما وصلت إليه الحال في البلاد من ظروف المعيشة والحالة الاقتصادية بتتوجب على كل سوداني هميم إنه يتحرك وينزل للشارع ويعبر عن إرادته ويعبر عن فكره وعن عن 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 عن, عن رفضه للاستمرار في في في, في حكم بيزله وبهينه كل يوم والآخر بالنسبة للأحزاب هي وقعت على ميثاق الفجر الجديد ودي خطوة كانت كويسة منها المنتظر منها إنها تفعل التوقيع دي وتنزل وتتحرك وتنزل جماهيرها إلى الشارع للمشاركة في قيادة الانتفاضة الشعبية ضد لإسقاط النظام وإحلال النظام الديمقراطي الحقيقي في مكانه الكلام عن إنه أي حلول سلمية مع النظام بالتفاوض عشان يغير من خططه ويغير من سياساته بالتجارب الطويلة أصبحت مستحيلة ومرفوضة ولا يمكن للنظام أن يتغير ولا يمكن له أن يستجيب يعني لمطالب الأحزاب ولمطالب القوى السياسية الأخرى فما في حل إنه يسقط هذا النظام ويزول نهائيا ويأتي مكانه نظام ديمقراطي حقيقي هذا النظام الجريمة الكبرى اللي ارتكبها إنه حول أدوات الدولة إلى أدوات تابعة تنظيميا لحزبه حزب المؤتمر الوطني وحول الجيش لميليشيات مسلحة تابعة للحزب وتؤتمر بأمره بدل ما تكون بدل ما يكون القوات المسلحة يعني جهاز هو محايد يعني تابع للدولة وقومي للسودان كله
الخدمة المدنية كذلك أصبحت تابعة للحزب الحاكم، الغضاء أصبح تحت إرادة وسلطة الحزب الحاكم. لا بد من 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 نهج في بعد إزالة النظام فورا إنه يتم كل عمل من شأنه إنه يغير الأوضاع دي، بإعادة صياغة القوات المسلحة، بإعادة صياغة الخدمة المدنية، بإعادة صياغة الغضاء وترتيب الأمور فيه، بجعله محايد تماما لا يتبع لأي تنظيم سياسي ولا لأي حزب ولا لأي قوة أخرى، وأيضا لاستمرار الديمقراطية وضمان نجاحها وتكون ديمقراطية حقيقة. ما ورد في اتفاقية في ميثاق الفجر الجديد يجب أن ينفذ ويحقق، اللي هو من ضمنه أيضا ما ننسى حكاية موضوع التقسيمات الإقليمية. حكومة المؤتمر الوطني قسمت الأقاليم السودانية إلى يعني بما أنه يزيد من أوار الصراع القبلي والأسني في السودان، خاصة في مناطق الغرب والشرق، خطت كل مجموعات أسنية في إقليم محدد. في الحقيقة يعني لا بد من الرجوع ومراجعة هذه التقسيمات وجعلها تقسيمات جغرافية وليست أسنية أو قبلية. رفقاك الجدد في الجبهة الثورية والفجر الجديد، رسالتك لهم شنو والتزامك اتجاههم؟ رسالتي لهم بقول لهم إلى الأمام والكفاح الثوري مستمر. شكراً.